النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. LG. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. سبوي. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية في الأردن خلال الفترة القادمة. في البداية ندعوكم للاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، كذلك الحال تفعيل زر الجرس لاستلام آخر التنبيهات الجوية العاجلة أولا بأول. نبدأ معكم هذه النشرة الجوية باستعراض أهم محاور الطقس خلال الفترة القادمة. توقعات بتأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، هذه الحالة تتسم بالقوة بمشيئة الله مع ساعات ظهيرة غدا الجمعة تستمر حتى ساعات المساء والليل الأولى، ثم يعقب ذلك تأثير لكتلة هوائية باردة وتيارات هوائية غربية رطبة تعمى انخفاض كبير وملحوظة الحارة واستماع فوزخات خفيفة إلى متوسط الشدة من الأمطار. وبالتالي البند الثاني في هذه النشرة الجوية الرئيسية سنشرح معكم توقعات الأمطار بمشيئة الله ليوم غدا الجمعة، كذلك سنتحدث عن الرياح النشطة وتوقعات الغبار في المنطقة الشرقية من المملكة نتيجة هبوب رياح غربية قوية متوقعة يوم غدا الجمعة بمشيئة الله تعالى. نبدأ معكم هذه النشرة باستعراض آخر صور الأقمار الاصطناعية والتي ترصد حركة السحب من حولنا مباشرة لدينا هنا في طقس العرب. نلاحظ معكم مع ساعات صباح هذا اليوم خلو سواء المملكة من أي تواجد للسحب، لكن مع ساعات الظهيرة والعصر بدأت السحب المتوسطة والعالية بالظهور في سنة المملكة. هذه السحب وصلت السواحل الفلسطينية مع ساعات ظهيرة هذا اليوم، وبالتالي سيزداد ظهورها في المملكة خلال ساعات عصر ومساء هذا اليوم، وتستمر هذه السحب بالظهور حتى ساعات الليل القادمة بمشيئة الله، وهي سحب من النوع غير الممطر، تسبق بعض السحب الممطرة حاليا متموضعة نحو الشمال الشرقي من ليبيا وشمال غرب مصر، متوقع أن تتحرك نحو الشرق وتزداد في كثافتها حال وصولها إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، معلنة بداية الأحوال الجوية غير المستقرة مع ساعات ظهيرة غدا الجمعة بمشيئة الله. نبدأ معكم توقعات الأمطار أيضا. نستعرض معكم توقعات الأمطار خلال ساعات نهار الغد. مع ساعات الصباح الأولى لا توقعات بهطول الأمطار في أي من مناطق المملكة، لكن مع ساعات ما قبل الظهر وساعات الظهيرة نلاحظ معكم حزام نشط من السحب الرعدية سيبدأ بدخول المملكة فوق العديد من المناطق الشمالية والوسطى أيضا وصولا حتى محافظة الكرك بحسب ما تستشعره النماذج الخاصة بنا هنا في طقس العرب. لكن نلاحظ معكم أيضا الفرصة متاحة لهطول الأمطار التي قد تكون رعدية كذلك الحال فوق مناطق جنوب المملكة تحديدا جبال الشراء مرتفعات الطفيلة وصولا إلى بعض مناطق خليج العقبة أو بعض مناطق إقليم العقبة كذلك الحال المنطقة الشرقية. لكن لاحظوا معي هذا الحزام النشط من السحب الرعدية متواضع في مناطق شمال ووسط فلسطين أيضا وسط المملكة وتحديدا مناطق البحر الميت ومناطق الأغوار، وبالتالي تحذيرات من جريان وتشكل الأودية تشكل السيولف وجريان الأودية في هذه المناطق. هذا الحزام سيتحرك شرقا في حين نلاحظ معكم أن باقي مناطق المملكة لا تزال مهيئة لاستقبال زخات أمطار رعدية متفرقة الطابع بمشيئة الله خلال ساعات عصر الغد. مع ساعات المساء والليل الأولى كما تحدثنا تتحرك هذه الأحوال الجوية غير مستقرة شرقا بعيدا نحو العراق، كذلك الحال تستمر بالنشاط فوق الأراضي السورية واللبنانية في حين تبدأ المملكة وفلسطين باستقبال تيارات هوائية غربية رطبة باردة تعمل على أجواء باردة أجواء غائمة جزئيا ضبابية في الجبال مع استمرار فرص هطول زخات خفيفة إلى متوسط الشدة من الأمطار فوق مناطق متفرقة من المملكة لكنها ذات طابع أيضا محدود. هذه الفرصة تستمر حتى ساعات صباح يوم السبت الأولى بمشيئة الله. نستعرض معكم الآن توقعات هبات سرعة الرياح خلال الفترة القادمة. نلاحظ معكم تحول الرياح مع ساعات الليلة القادمة إلى متغيرة الاتجاهات معتدلة السرعة، لكن مع ساعات نهار الغد تنشط الرياح الغربية فوق العديد من المناطق سواء الشمالية الوسطى الجنوبية. نلاحظ معكم المناطق الجنوبية الشرقية أيضا المنطقة الشرقية بها هبات رياح غربية نشطة، وبالتالي تحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق بفعل الغبار والأتربة المثارة، وبالتالي مرتادي الطرق الصحراوية سواء الجنوبية أم الشرقية يجب عليهم الانتباه أثناء المسير على الطرقات بفعل هبوب هذه الرياح القوية وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بهذه المناطق. لاحظوا معي
هذه الألوان الداكنة التي تدل على هبات رياح نشطة متوقعة خلال ساعات نهار غد الجمعة بمشيئة الله تعالى. ننتقل معكم الآن لاستعراض درجات الحرارة نهار هذا اليوم الخميس. هذه أجواء أشبه بالربيعية أو أقرب للربيعية، حيث فقط درجات حارة حاجز 20 درجة مئوية. هذه الألوان تدل على درجات حارة حول حاجز 25 درجة مئوية، وهي موجودة فوق مناطق عديدة داخل المملكة عدا المناطق الجبلية العالية في شمال المملكة، أيضا المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، في حين كانت داخل العاصمة عمان ما بين 20 إلى 25 درجة مئوية. لكن لاحظ مع توقعات ليوم غد الجمعة، أجواء باردة في مختلف المناطق، انخفاض ملموس وحاد وكبير على الحارة مع ساعات الظهيرة وما بعد الظهر، يقارب هذا الانخفاض تقريبا 10 درجات مئوية أو حتى أكثر من ذلك. أجواء باردة في مختلف مناطق المملكة كما هو مبين. يوم السبت تقل البرودة مقارنة بيوم الجمعة، لكن تبقى الأجواء باردة نسبيا مقارنة مع هذا اليوم ومقارنة أيضا بالمعتاد نسبة لهذا الوقت من شهر آذار. لكن لاحظوا مع يوم الأحد هنالك عودة للارتفاع الملموس والكبير في درجات حارة، لتعود من جديد يوم الأحد تقترب من حاجز 20 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. إذن التوقعات الخاصة بالثلاث أيام القادمة في العاصمة عمان، نلاحظ معكم يوم الغد تبدأ العاصمة باستقبال أو فرص استقبال زخات رعدية من الأمطار بعيدة ساعات الظهيرة، قد تكون هذه الزخات غزيرة أحيانا ومرفقة بزخات من البرد، مع ساعات المساء والليل كما تحدثنا تنحسر الأحوال الجوية غير مستقرة، تبدأ كتلة هوائية باردة مع تيارات غربية رطبة بالتأثير على المملكة، استمرار الأجواء الغائمة جزئيا أو الغائمة ضبابية في الجبال مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار بمشيئة الله تعالى مع ساعات ليل الجمعة على السبت، تستمر هذه الفرصة مع ساعات نهار السبت الأولى، مع ساعات ليل السبت يتشكل الضباب أيضا، لكن هذا الضباب يتوقع أن يكون خفيفا فوق العاصمة عمان. يوم الأحد هو يوم مشمس، درجات حارة تعود للارتفاع وتقترب من حاجز 20 درجة مئوية بعد أن انخفضت إلى حدود 15 درجة مئوية السبت، وأقل حتى من ذلك يوم الجمعة في مرتفعات العاصمة عمان عندما تشهد توقعات بزخات أمطار رعدية أو زخات من البرد، ستنخفض الحارة إلى حدود 10 درجات مئوية مع ساعات ما بعد الظهر وعصر يوم الغد. توصيات للتعامل مع الحالة الجوية القادمة، الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول في معظم مناطق المملكة، نخص بالذكر المناطق الشمالية، المناطق الوسطى، مناطق الأغوار، منطقة البحر الميت، وبالتالي أجواء غير مناسبة للرحلات والأنشطة الخارجية ليوم غد الجمعة نظرا لتوقعات الأمطار الرعدية، أيضا نظرا لتوقعات انخفاض درجات حارة الكبير والملموس. كذلك الحال القيادة بحذر على الطرقات الصحراوية نظرا لتوقع هبوب موجات غبارية أو تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، لا سيما الطرق الصحراوية في جنوب شرق وشرق المملكة، النافذة إلى العراق والنافذة إلى السعودية. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.